تتجلى شخصية خالتي السعدية صاحبة 71 عاماً من تلمسان بالحكمة والخبرة العميقة، تنعكس فيهما مسيرة سنين طوال من التجارب والمعرفة في عالم الطب الشعبي. 40 عام وانا خدمة هنايا بيع غير الحشوب وبلاصتي مقيدة، مقادرين لابوليس يبغوني كاع الشعب يدوروا عليا في الدار يعيطوا لك يقولها البقوقة راني نديرها وراني نجيبها نقسم الحبة على زوج والكبيرة على 4 وندقها ونربونها بالحسن ونعطيها لهم، حتى اللي يدير الشيمي راه يجي يديها عليا وراهم يرسلوا مطبة ما من وهرني يجوا عندك راني نديرها لهم واللي يديها راه يريح. أيوة والحمد لله يا رب العالمين. تبدأ يومها برحلة إلى أراضي جبال فلوسن حيث تنتقي أعشابها الطبية التي قد تبدو عادية في نظر البعض، إلا أنها تحمل في طياتها القيمة العظيمة في عالم الطب الشعبي. تحتضنها بحنان وتجففها بعناية لتصبح جاهزة للمعالجة الفعالة. نطلع للجبل الروحي، أنا ما نشريش، نطلع للجبل الروحي نعرف واش نقلع. جمعت اللي مديت له الشدوى رحمة عليا ولا قل الآن من الكونسير من المصارين من المصران من العينين من كل شيء، عمونا الشعب قاع هنا يشد عليا والحمد لله. هذه موهبة من عند الله تعالى ورفدتها على أمها هذا المهنة، راني نخدم هنا على وليداتي معيشة 16 نفس غايب هذا الحشوب، وراني هنا نطلب منكم ومن السلطة الكبيرة يقادروني وخلوني نخدم على وليداتي. أنا ماني طالبة لا دراهم ولا حوانيت ولا حتى حاجة، راني طالبة بلاصتي نقعد فيها. خالتي السعدية تبدأ بتجهيز وصفاتها السرية بشغف وإتقان، هذه الوصفات التي تعتمد على مزيج ساحر من الأعشاب والتوابل الطبيعية تشكل خليطا فريدا تشاركه مع مرضاها. هنا نخدم عليها والحمد لله يا رب العالمين. هذا الحشوب نطلع للجبل تاع 7 شوخ، نطلع نهود للجبل تاع الغزوات، نغدى للجبل تاع الزاوية ونعرف ونعرف واش نقلع. هامينا هذه شحال من عام ما كانش وحده ولات وقالت لي عطيتينا عشبة مضرورة ضرنا، راني هنايا وكاع الشعب يعرفني والحمد لله يا رب العالمين. هذه الخلطة اللي راني نديرها نتاع اللازم، اللي عندها لازم صحاب الدخان صحاب اللي هات هاهو هات هذا من كل بلاد راهم يجوا يدوه عليا، وراني جمعت اللي مده كبار وصغار جمعت اللي راه يديه راه يريح تاع لازم تاع اللي عندهم جناب الدخاله. 8 ans ici au marché. Elle est âgée de 71 ans et elle a plus de 48 ans sur le marché. Elle est beaucoup spécialisée dans les médicaments, l'achab, le saha. Surtout la période de l'été et de l'hiver, c'est la seule femme qu'on la trouve à l'extérieur. Avec le froid et tout, elle est en train de gagner son pain pour ses enfants. خالتي السعدية ليست مجرد حاملة للخبرة والمعرفة، بل هي فنانة في عالم الطب الشعبي ترسم بيديها قصص شفاء ملهمة تنطلق من أعماق الأرض وتحمل في طياتها أسرار الطبيعة وحكمتها.